تحية طيبة من رشيد، أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة وفي استعراض سريع لأبرز أحداث هذا الأسبوع في هذه الدقائق. ومن أهم الأحداث السياسية التي شهدها مجلس النواب العراقي هو تمرير مجلس المفوضين الجدد بالقائمة باء خلف الكواليس باتفاق بين الأحزاب. نتابع تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. بجلسة تصويت سرية 152 صوتا نالتها القائمة باء من بين القوائم الأربعة المرشحة للفوز بمجلس المفوضين الجديد في مفوضية الانتخابات بعد شهور من الجدل والنقاشات الماراثونية بين الكتل السياسية وضغط الشارع العراقي. وسرعان ما أعلن عن فوز القائمة وما تضمه من أعضائها 9، 5 من الشيعة و2 من السنة و2 أكراد، انقسمت الآراء السياسية حول اختيار مجلس النواب للأعضاء الجدد، منهم من أيد القائمة واعتبرها جامعة لكل المكونات، والبعض الآخر عد الاختيار بمثابة تجديد الإقامة الحالية للكتل السياسية. تم عبر مسرحية تخالف مطالب المرجعية والشعب، كون المحاصصة كانت أساسا لتسمية الأعضاء الجدد حسب وصفهم. مجلس المفوضين المنتخب خلا من المكون المسيحي والتركماني، إلى جانب عدم حضور المرأة في عضوية المجلس، ما حرك الأصوات المنتقدة داخل البرلمان، وصفة الأمر بأنه خرق فاضح للدستور وتراجع ديمقراطي مارسته الكتل السياسية المتنفذة، ما جعل البرلمان يصوت على إضافة عضوين من التركمان والمسيح كنوع من التوازن يتمتعون بكامل الصلاحيات باستثناء التصويت على القرارات في مجلس المفوضية العليا. بعيد تسمية أعضاء مجلس المفوضين، بدأت التحركات لأطراف سياسية تطالب بمحاكمة المفوضية السابقة وعرضها أمام القضاء على خلفية تهم بالفساد وخرق قانون المفوضية. وبالرغم من اختيار المفوضية الجديدة بهذا التوقيت، إلا أن أطرافا سياسية أكدت استحالة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها في 12 من آيار 2018 في المحافظات التي تحررت من داعش في ظل الظروف الحالية. ما زالت الأزمة بين الأقليم وحكومة بغداد تأخذ صدى واسع في الساحة السياسية، والمطالبات إلى اللجوء إلى الحوار والتهدئة عبر اللقاءات من أجل حل هذه الأزمة. نتابع تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. منذ بداية الأزمة السياسية بين حكومتي بغداد وأقليم شمال العراق، كانت الأولى تدعو لطاولة الحوار الصريح، لكن الأخيرة تقلل من أهمية الحوار، وهذا أدى إلى التصعيد من قبل حكومة بغداد. ليس شريفا كل من يدعي بالتجزئة والانفصال، وهي حقا ليس بمصلحة أي فريق يدعو لهذا النوع من السياسة. قوتنا في وحدة العراق وفي نصرة الإنسان العراقي. وبعد سيطرة القوات الاتحادية على كركوك، إقليم الشمال يتراجع عن موقفه ويدعو إلى العودة لطاولة الحوار مرة أخرى لتفكيك الأزمة. نتمنى من الكل إقليم كردستان ومن الحكومة العراقية خلق واقع تفاهمي يؤدي إلى واقع انسجام يؤدي إلى شراكة في العملية السياسية، شراكة حقيقية قلبا وقالبا من أجل إنتاج مشروع وطني من أجل وحدة العراق. وعلى أي حال، فإن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي شدد على أهمية الحوار القائم على أسس دستورية وقانونية تحفظ وحدة البلاد. حسن فالح، قناة الرشيد الفضائية، بغداد. وخلال هذا الأسبوع أطلقت بغداد مشروع لإعادة تعزيز العلاقات بين العراق ومحيطه، وكان هذا الأمر برعاية رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال جولته الإقليمية. تفاصيل أكثر نتابع في هذا التقرير.
قبيل مغادرته بغداد، العبادي يطلق مشروع رؤية عربية موحدة شاملة بأبعاد تنموية واقتصادية بالدرجة الأساس، من شأنها إعادة صياغة العلاقات السياسية بين دول وشعوب المنطقة على أسس سليمة ودائمة. هذه الجولة التي قام بها رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وبعض المستشارين معه هي لوجود هنالك خطة استراتيجية بعيدة المدى ما بين العراق والدول المجاورة له والدول الموجودة في المنطقة من أجل هذه الاستقرارات، سواء على مستوى الاقتصادي أو السياسي أو المستوى الاجتماعي. وبحسب الآراء حان الوقت للعراق أن يلعب دورا عالميا، خاصة فيما يتعلق بالأمن والسلم العالمي وضرورة العودة إلى المحيط العربي. السيد رئيس الوزراء لديه جولة على دول الجوار والمحيط الإقليمي، وهذا حقيقة بحد ذاته هو جيد. اليوم على الدول أن تفهم بأن العراق اليوم قوي بانتصاراته الذي يدافع نيابة عن العالم ضد عصابات داعش الإجرامية، والتقاطعات السياسية لا تخدم العراق، وبالتالي على الدول هذه أن تكون جادة في التعامل مع العراق لدعمه في مقاتلة العصابات داعش الإجرامية، وكذلك دعمه اقتصاديا، لأن هناك العراق يمر بأزمة مالية وهناك كثير من المناطق التي تضررت. المشروع العراقي الجديد يستهدف الخروج من عنق الزجاجة نحو دول المنطقة لنسج علاقات مبنية على أساس الشعوب وليس على أساس الأنظمة ولا تخضع للخلافات السياسية. قناة الرشيد الفضائية، علي حميد، بغداد. وتشهد بغداد أيضا استقرارا نسبيا في الأمن، وعززه مراقبون إلى حالة الانتصارات والتي تحققت على يد القوات الأمنية. نتابع آراء الشارع العراقي في هذا التقرير. استقرار أمني ملحوظ تشهده العاصمة بغداد، حيث غاب نسبيا سماع دوي الانفجارات والعمليات الإرهابية الأخرى، وهذا أفرز ارتياحا للمواطن البغدادي الذي بقي الهاجس الأمني يرافقه خلال الفترة الماضية. الوضع الأمني في بغداد جيد ومسيطر عليه إن شاء الله بدرجة عالية. اليوم المواطن يشعر بهذا الأمن حقيقة، وشوف المواطن العراقي يشعر بهذا الأمن، وحركته بالشارع وطبيعة أعماله والثقة اللي موجودة اليوم عند المواطن العراقي يمكن اختلفت بشيء كبير حقيقة عما كانت عليها في السابق. إضافة لهذا أنه المواطن العربي والإقليمي بدأ يشعر بالأمن في بغداد. وربما عمليات تحرير المناطق من تنظيمات داعش الإرهابية كان لها انعكاسات إيجابية على الواقع الأمني في بغداد وبقية المحافظات. الانكسارات المتتالية للإرهابيين لها انعكاسات إيجابية وإيجابية جدا على الوضع الداخلي في بغداد والمحافظات، ونشهد اليوم استقرار أمني كبير جدا. هذا جاء نتيجة تقاطع المعلومات التي حصلت عليها القطاعات الأمنية مع الأجهزة الأمنية المتواجدة في المحافظات، ولذلك وصلت إلى نتائج إلقاء القبض على أوكار الإرهابيين قبل تنفيذ أي عملية. الاستقرار الأمني منح الثقة العالية ليس للمواطنين فحسب، وإنما امتد أيضا للمستثمرين والشركات الأجنبية التي بدأت تؤمن بتواجدها في بغداد. الحمد لله وشكر، الوضع الأمني زين. أنا سعادة محلي أدين، أنا عزل بالوحدة ونص بالليل بالثنتين، زين الشارع ماشي بالثنتين ثنتين ونص طبي للبيت بالليل. يعني أكو حالات خطوة تسديد، يعني نقول قليل، يعني درجة الأمانة اللي بغداد عموما، مو كرادة أو منصورة، بعموم بغداد يعني مقارفة 80 إلى 85% درجة الأمان. غياب أعمال العنف الدموية عن المشهد الأمني في العاصمة بغداد لاقى ارتياحا من المواطن البغدادي. مراقبون ربطوا بين ما يحدث من عمليات تحرير على يد القوات الأمنية والنضج الاستخباري الذي انعكس إيجابا على الراهن الأمني. حسن فالح، قناة الرشيد الفضائية، بغداد. واحتضنت بغداد خلال هذا الأسبوع المؤتمر التاسع للمناهضة العنف ضد المرأة. تفاصيل أكثر نتابع في هذا التقرير. كونها نصف المجتمع أو أكثر من ذلك، ونظرا لما عانته المرأة العراقية وإنصافا لدورها الهام،
أقيم في العاصمة بغداد أعمال المؤتمر الدولي التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور عدد من الشخصيات الرسمية العربية والأجنبية. هناك ظواهر سلبية أيضا التي لم تنصف المرأة العراقية من قبيل العنف الذي يقع على المرأة والذي نسمع عنه الكثير. يؤسفنا أنه في مجتمعنا العراقي مجتمع القيم والحضارة تمتد إلى آلاف السنين أن نجد مثل هذه الظواهر، ولهذا مثل هذا المؤتمر هو لتسليط الضوء على قيمنا الحضارية والثقافية والإسلامية التي ترفض الظلم ترفض العنف، وبالتالي تدعو الرجل العراقي والمجتمع العراقي إلى إنصاف المرأة. من خلال هذا المؤتمر نطالب بقرارات دولية لمعاقبة الجنات من تنظيم داعش الإرهابي الذين سبوا النساء العراقيات وهتكوا حرمة العراقيات. اليوم نطالب تشريع قانون لمعاقبة الجنات وعدم شمولهم بأي عفو. المؤتمر الذي أقيم تحت شعار المرأة وطن طالب فيه الحاضرون بضرورة تشريع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وحماية حقوقها وواجباتها في المجتمع العراقي. آن الأوان أن مجلس النواب الموقر أن يعلن عن مناهضة العنف ضد المرأة قانون ويشرع هذا القانون. تشريع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة أصبح واقعي في قرار رقم 15-13-52 ونقاط أخرى من المخرجات لهذا القانون حتى يحمي وضعية الإمرأة العراقية في العراق. ينبغي أن للدولة تدعم المرأة، الدولة بكل مفاصلها، الجهة التنفيذية، التشريعية، القضائية، الإعلامية، كل المؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني ينبغي أن يكون لهم دور في دعم المرأة في أي موقع كان، وكذلك إيجاد فرص لتطوير قدرات المرأة. وخلص المؤتمر بتوصيات عدة تم رفعها إلى الجهات الحكومية أهمها مطالبة البرلمان الإسراع بالتصويت على قانون حماية الأسرة من العنف فضلا عن زيادة تمثيل النساء في الوزارات والهيئات المستقلة والمناصب كافة. من بغداد غيث محمد، قناة الرشيد. يبدو أن هناك مهام كثيرة أمام لجنة التعديلات الدستورية لإجراء التعديل على بعض مواد الدستور من أجل تقويم العملية السياسية. نتابع تفاصيل أكثر عن هذه الإجراءات في هذا التقرير. نقاط كثيرة أمام لجنة تعديل الدستور لإجراء تعديل للعملية السياسية أبرزها ما صدر من المحكمة الاتحادية العليا من قرارات وسوء العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وتراجع عمل مجالس المحافظات التي ألقت بظلالها السلبية على المواطنين. وبالتالي هذه كلها يفترض أن تكون نقاط أمام لجنة التعديلات الدستورية لإجراء تعديل وتصحيح لمسار العملية السياسية السائبة، واستمرارها بهذا الشكل سوف لن نكون أمام دولة متماسكة قوية تقدم الخدمات للمواطنين. عدم احترام النص الدستوري هو واحد من المشكلات التي تفاقم ما يعانيه العراقيين وتزيد التحديات تحديا. فكرة إنشاء الأقاليم ليست جديدة بل وليدة اتفاق بين أقطاب العملية السياسية تعود لأيام المعارضة قبل عام 2003، فكانت فكرة إنشاء الأقاليم الثلاثة تراود الأكراد من جهة ورئيس المؤتمر الوطني من جهة أخرى ليتفقوا بعد التغيير على بناء دولة المكونات والمحاصصة تاركين دولة المؤسسات والمواطنة. الخطأ الأساسي أنه الدستور رتب وضعه على أساس أنه أكو مكونات أساسية في العراق، حتى بما في ذلك الحكومة الاتحادية سميت اتحادية لأنها متحدة مع حكومة كانت منشأة أو قائمة مثلا في سنة 92. المسألة الثانية مسألة اللغة، لا يمكن اعتماد لغات متعددة في دولة واحدة، لابد أن تكون لغة رسمية واحدة. وضع سياسي متقلب وحرب مع الإرهاب ومراعاة واستثناءات كثيرة واعتراف الحكومة المركزية بإقليم كردستان عوامل دفعت رئيس الإقليم للتحرك بسرعة لإعلان الانفصال وخرق الدستور والتجاوز على الفقرات الدستورية التي تنص على وحدة العراق.
ويرى مراقبون ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات الدستورية التي نوقشت في فترات سابقة لكنها اصطدمت بعقبة التوافقات السياسية آنذاك، فيما يرى آخرون صعوبة إجراء أي تعديل على الدستور الحالي نظرا للأزمات السياسية التي تمر بها البلاد. من بغداد، جابر جمال، قناة رشيد. ومن أبرز أحداث هذا الأسبوع هو انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته 44 ومشاركة 18 دولة. تفاصيل أكثر عن فعاليات هذا الاحتفال والافتتاح في هذا التقرير. احتضنت العاصمة بغداد فعاليات معرض بغداد الدولي بحضور عربي ودولي، حيث شاركت أكثر من 400 شركة محلية وعربية وعالمية. بغداد التي تسعى إلى خلق شراكة اقتصادية حقيقية والاستفادة من تجارب الشركات الرصينة، ها هي تفتح ذراعيها لكل الدول التي تريد المساهمة في إعادة البناء والإعمار. لدينا تفاهمات أولية، هذا المعرض سيكون أيضا واسطة ومناسبة لشركاتنا في إيجاد هذه التفاهمات. باشرت كوادرنا الفنية في السمنت الشمالية بوضع خطط لتأهيل هذه المعامل اللي ضررت، وبالفعل احنا الآن حاليا على أبواب إكمال أعمال التأهيل في مجمع حمام العليل اللي هو بمعملين، وإن شاء الله خلال أسبوعين سيتم تشغيل هذه المعامل. وهذه المعامل هي تعتبر رافد من روافد الشركة العامة للسمنت العراقية اللي ممكن أن تجهز محافظاتنا اللي ضررت نتيجة عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى، في محافظة الأنبار، في محافظة صلاح الدين. القطاع الحكومي الزراعي والصناعي يشارك بقوة في هذه الدورة مع مؤشرات تتحدث عن وجود فرص استثمارية للبناء والإعمار. مشاهد معرض بغداد الدول في دورته 44 مشاركة العديد من الدول العربية والدول الأجنبية واللي تشارك لأول مرة، وهذا يعد إنجاز إلى الحكومة العراقية وبسياستها الخارجية. نوجه رسالة من هذا المكان أنه شركات وزارة الصناعة والمعادن شركات عريقة وقديرة وقادرة أنه ترفد جميع الجهات الحكومية بمختلف المنتجات. لذلك نناشد جميع السادة المسؤولين بالتوجه نحو الصناعة الوطنية وترك الاستيراد. وشهدت الدورة 44 مشاركة الكثير من الشركات المحلية والعربية والدولية التي تبدي استعدادا كاملا في دعم المشاريع التنموية في العراق. حسن فالح، قناة الرشيد الفضائية، بغداد. وبعد سنوات من القطيعة تعود بغداد إلى حضن المحيط العربي عبر بوابة الرياض. نتابع أكثر تفاصيل في هذا التقرير. السعودية ومصر والأردن إلى جانب تركيا وإيران محطات جولة رئيس الوزراء حيدر العبادي الإقليمية في المنطقة لبحث عدد من الملفات المهمة وتمتين علاقات العراق الخارجية مع محيطه العربي والإقليمية. أولى محطات العبادي هي الرياض، حيث استقبل الملك عبدالله بن عبد العزيز رئيس الوزراء والوفد المرافق له والمكون من 5 أعضاء. الزيارة تزامنت مع اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والسعودية الذي أفضى إلى التوقيع على تأسيس المجلس التنسيقي بين الطرفين. وترأس العبادي وسلمان الاجتماع الذي يهدف إلى بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، وهو ما يسعى إليه العراق لإنعاش اقتصاده المحلي. غير أن اجتماع الرياض لن يكون عربيا خالصا كونه شهد حضورا أمريكيا من وزير خارجية الولايات المتحدة تيلرسون، ما يمثل مساعي واشنطن تحسين العلاقة بين الجانبين ولشد أزر وتعاضد حلفائها في الشرق الأوسط مقابل احتواء إيران ونفوذها المتزايد في المنطقة وإجبارها على سد ثغرات الاتفاق النووي المبرم مع الأطراف الدولية في عام 2015. القاهرة المحطة التالية في جولة العباد الإقليمية، زيارة سريعة تستغرق عدة ساعات وفق ما أعلن عنه مسبقا. يلتقي خلالها الأخير الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين لبحث العلاقة المشتركة بين الجانبين وسبل تعميق التعاون فضلا عن القضايا العربية وتطورات الأوضاع السياسية في العراق. سفارة العراق في الأردن أعلنت أن رئيس الوزراء سيزور العاصمة عمان على رأس وفد كبير سيلتقي خلالها الملك عبد الله الثاني
ببحث آفاق العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. العبادي يحمل معه مشروع رؤية عربية يتضمن طي صفحات الخلافات والحروب بين دول المنطقة والتركيز على التنمية وبسط الأمن والاستقرار. مقتنيات ثرافية تعود لعشرات السنين يقوم مواطن بصري بجمعها من أجل تحقيق طموحه بإنشاء متحف تراثي شعبي. تفاصيل أكثر عن هذه الهواية وعن هذا الطموح نتابعها في هذا التقرير. حلم يراوده منذ الصغر ومنذ نعومة أظافره المواطن أحمد محمود الدفتر الذي صنع وعمل على جمع كل المقتنيات والتحفيات والآثار بمختلف الحقب لصنع متحف خاص بتراث العراق والبصرة بمنزله بالتنومة في منطقة جردلان ضمن قضاء شط العرب. بالثمانينات أقصد يعني بعد ما خلصنا العسكرية وجدت أكو بالبيت يعني فالشغلات يعني مقتنيها الوالد بس مو هاي الشغلات يعني الشغلات القديمة هاي المسخنة اللي ترسم بها الماي الجرام موجود فصار عندي حافز يعني هذا والله تجمع بيها هاي من الثمانينات لحد الآن ومستمر ولا زال منذ الثمانينات وهو يتحدى الزمن والحروب والتغيرات السياسية ليحافظ على المقتنيات الثمينة والمواد القديمة والتي أغلبها تعود إلى أسر بصرية وكبار الشخصيات سيما أصبح المكان مكان لاستقطاب الوفود الأجنبية والعربية من مختلف الدول من الدول يعني من تركيا من اليابان من الصين جولي من الدول العربية يزورون يعني العراق البصرة ويمرون بيه هنا يسمعون من خلال صفحات التواصل ويشوفون الشغلات وعندي صفحة مع المتحف التراث في البصرة يعني يشوفوها فيجوا من إيران هواي يجوا لجماعة يزورون يعني يشوفون هاي الشغلات أكو هواي هاي يحبون هاي التحف والأنتيكات أكو شغلات ثمينة يعني جاي يشتريها فقلت لك احنا شنو الغاية من عندها اول شيء هذا ترى في البصرة كانوا يجون هنا السياح وياخذون يعني الدول العربية وغيرها اجانب يشترون احنا ما ودنا يطلع خارج العراق هذا. الاباريق النحاسية والصناديق الخشبية واجهزة المذياع والتلفاز والالات الموسيقية والاسلحة والخناجر القديمة بالاضافة الى الطوابع العراقية والنقود ملأت المكان. طموحات المواطن ابا فواز بانشاء متحف متواضع يضم كل ما ذكرناه ليصبح مكان يناسب المقتنيات التراثية القديمة. علي عدنان، قناة الرشيد الفضائية، البصرة. مشاهدينا كانت هذه أبرز أحداث الأسبوع التي لخصناها لكم من خلال تقارينا لهذا الأسبوع. نتابع تفاصيل أكثر في مناقشة أبرز هذه الأحداث مع ضيف الساعة الأخيرة. ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا والى المحور الثاني والذي سنناقش فيه ابرز احداث هذا الاسبوع باختيار ابرز التقارير. ومعنا في هذا المحور سينضم الاستاذ غانم الدليمي الباحث في الشان السياسي. اهلا وسهلا بك نورتنا في الساعه الاخيره. أستاذ غانم، بالنسبة لأبرز الأحداث التي حصلت خلال هذا الأسبوع، حركة العراق الإقليمية وفي محيطه العربي، التماسكم لهذا الموضوع وهذا التطور في الأمر، كيف تجدون واقع على المستقبل؟ بداية شكرا جزيلا لك ولكادر قناة الرشيد. يعني بكل تأكيد هنالك نهج جديد ينتهج السيد العبادي من خلال السياسة على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، فهناك رؤية واضحة أن العراق يعيش حالة من الركود في العلاقات السياسية وخصوصا مع المحور الخليجي. أنا أعتقد أن التقارب الذي حصل بين العراق ودول الخليج نابع من رغبة الطرفين في أن عملية تطوير العلاقات، وأن السنوات الماضية التي يعني لوحظ فيها هناك جمود كبير في هذه العلاقة قد تؤثر في علاقة البلدين. السياسة الخارجية للبلدان لابد أن تكون يعني لرسم السياسة لابد أن تكون هنالك رؤية سليمة وواضحة
وهنالك يكون تقارب خاصه بالمحور الاقليمي. المحور الاقليمي يحظى باهتمام خلاف الدول التي تبتعد عن المحور الاقليمي، وذلك لان هنالك عمليه نشاط وتبادل في المقاضايا التجاريه. طيب. وكذلك يعني ملف داعش الذي يعصف في المنطقه يحتاج الى عمليه تنسيق بين الدول الإقليمية، وخصوصا أنه يعني عملية حصره باتت بين هذه الدول، فلذلك لم يبقى أمام العراق ولم يبقى أمام الدول الخليج إلا أن تتقارب من خلال البوابة الرئيسية لدول الخليج باعتبارها الراعي الرسمي للتحالف الخليجي. والعراق أيضا هو يعتبر من ضمن دول الخليج، لكن المرحلة التي مضت أصابها كثير من الركود، فالسيد العبادي أراد أن يعيد العراق إلى نستطيع أن نقول واقع الريادة التي كان يمارسه سابقا، وخصوصا أنه بدأ بسياسة جديدة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. والعراق أيضا ذهب يعني بحقيبة الانتصار وبعقلية المنتصر إلى الدول، وخصوصا الحرب الأخيرة التي كان العراق على رأس الحرب عندما يقاتل هذه يعني المجامع المسلحة التي تعتبر خطيرة جدا، وكل العالم أدرك إمكانية العراق وصموده وحقيقة ما استطاع أن يحققه من نصر على هذه المجامع. هذا بكل تأكيد يجعل من العراق اليوم أقوى، ويجعل من العراق يحتل المكان التي يستحقها بالنسبة للواقع العربي على المستوى الخاص والواقع الإقليمي على المستوى العام. طيب، احنا عهدنا هذا الأمر أنه منذ محاربة الإرهاب والعراق ينقل الصورة للخارج إن كان على الصعيد القومي أو الدولي بأنه يحارب الإرهاب، واليوم ذهب أيضا بموضوع الانتصارات كما يعني نشاهد دائما، لكن كيفية تفعيل هذه العلاقات أو كيفية تطويرها، ممكن استثمارها على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، أو خصوصا أن الأمر كان ينعكس على ابتعاد العراق على محيطه اليوم، كيف ممكن أن هل اللقاءات هذه كافية لإنعاش ما كان بين العراق ومحيطه العربي؟ يعني أنا أعتقد هذه الخطوة ترجمت على الأرض من خلال المجلس التنسيقي الذي تم توقيعه من قبل السيد العبادي وفريق مستشاريه الكبير الذين ذهبوا معه على مستوى استشاري ومستوى وزراء، وبين الجانب السعودي، وكان يعني الجانب الأمريكي أشبه ما يكون شاهد على هذه الورقة، يعني بمثابة الشاهد، يعني لا أستطيع أن أعطي صفة الشاهد، لكنه كان حاضرا على توقيع هذه الورقة. هذه الورقة هي بكل تأكيد يعني ترسم طبيعة العلاقات، ويعني حقيقة يعني تحمل في طياتها الكثير من عملية التبادل التجاري بين البلدين وفتح المنافذ الحدودية وعملية الاستثمار، وخصوصا أن يعني أصحاب شركات مهمة جدا قدموا إلى العراق ومستعدين للاستثمار في العراق. الخليج أدرك متأخرا أن الواقع العراقي لا يمكن أن غض الطرف عنه، يعني بكل تأكيد الدول الخليج تتكلم بكل صراحة، يعني ساهمت في عملية إسقاط النظام السابق، لكنها بكل تأكيد لم تكن يعني تنظر إلى العراق الجديد بواقع القناعة التامة، وخصوصا يعني الفترات يعني فترات التي عاش العراق الحديث يعني مليئة بالأحداث ومليئة بالسجالات وملفات الفساد والحرب الأهلية التي دارت من قبل مجامع مسلحة بين الطرفين، وواقع الاحتلال الذي بكل تأكيد يعني استطاع أن يسلب العراق من قراره السياسي، يعني لكن العراق في تطور مستمر وفي استقرار ملحوظ. فلذلك دول الخليج تريد أن يعني حقيقة تعيد وضع العراق، لأن عملية إهمال العراق لا يصب بمصلحتها. أنا أعتقد أن السعودية لا يعني تعرف حجم العراق الحقيقي، فلذلك لا تنوي أن تكون يعني تأخذ العراق بموضوعة التبعية، لكن العراق أولا وأخيرا هو يحتل مكانة كبيرة، وذلك لأسباب عديدة، عمقه التاريخي ووضعه الاجتماعي وواقع النصر الذي تحقق، إضافة إلى موقعه الجغرافي الذي يربط بين المتناقضين الأساسيين في المنطقة بين السعودية وبين إيران. هذا بكل تأكيد يؤثر تأثيرا كبيرا على حجم العراق ويعطي العراق يعني دورا. طيب، وهذا السؤال اللي كنت ناوي أسألك إياه. وأنا أسبق الأسئلة دائما. بالنسبة لهذا الموضوع، اليوم العراق قادر على يعني مسك كفة الميزان بين إيران وبين الدول الخليج، يعني كما نشهد هناك دائما هناك خلاف وتوتر وإن كان يعني خفيف أو نشهد من حين للآخر. اليوم العراق قادر على هذه المهمة، خصوصا من ناحية السياسة الخارجية التي كانت توجه لها انتقادات كثيرة في إدارة أمور العراق الخارجية. يعني عندما نقول العراق ليس قادر أو لا يمكنه أن يلعب مثل هكذا ورقة، هذا لا يعني أن العراق بحجمه صغيرا، لكن المنطقة تقع تحت تأثير الفاعل السياسي الخارجي، والفاعل السياسي الخارجي يعني قد يعني يلاحظ عليه استفادة من عملية
تضخيم البعبع الإيراني واستثمار الخليج عسكريا من خلال هذا البعبع الذي يعني تم تصويره على أن إيران تريد أن تستهدف هذه الدول، ناهيك عن يعني نية التمدد الإيراني من خلال يعني دعم الجماعات المسلحة وخاصة الملف الحوثيين. أنا أعتقد إذا ما كانت هناك رغبة دولية للدول الكبرى لإنهاء هذا الملف، فالعراق في وضعه الحالي غير قادر على إنهاء هذا الملف. بإمكانه أن حقيقة أن يلعب دور الوسيط فقط، يلعب دور الوسيط، لكن لا يمكنه أن يأتي بنتائج إيجابية. وبإمكان العراق أيضا أن يبعث رسالة من هذه الحملة التي وهذه الزيارات المكوكية التي قادها العبادي بأن العراق ليس تابع لأي محور، لأن العراق يريد أن يبعث بهذه الرسالة المحافظة على هوية العراق الاستقلالية وعدم التبعية كما يتهم من قبل بعض الدول العربية. هذا واضح من خلال زيارة العبادي للدول في خلال هذه الفترة، وهو يريد أن يبعث رسالة بأن أنه خارج حرب المحاور، وأنه يريد أن يحافظ على هوية مستقلة باعتبار أن التكوين العراقي للشعب العراقي متنوعة ولا يمكنه الركون إلى طرف دون طرف آخر. وإذا ما ركن إلى طرف دون طرف آخر فبكل تأكيد هذا سيؤثر على عدم الاستقرار وستعاد فتح ملفات كثيرة ساخنة في على المستوى الداخلي. طيب هذه السنوات القطيعة اليوم كيف يمكن أن إعادة العراق إلى حضنه العربي بعد هذه الفترة؟ هل هناك تركة ثقيلة ممكن أن تقف أمام هذه العلاقات من جديد، خصوصا أنه في بدايتها نشهد أكو تحسن، لكن عند الدخول والولوج من خلال اللقاءات حنشوف أكو مثلا مواد أو قرارات ربما كانت تثير امتعاض الطرفين؟ يعني بكل تأكيد زيارة التقارب العراقي الخليجي بكل تأكيد هذا بما لا يقبل الشك يثير امتعاض الجانب الإيراني، وأعتقد أن الذهاب العراق للحضن الإيراني بكل تأكيد يثير محفظة الدول. نعم. وهذا بكل تأكيد يعني ناتج عن حجم الصراع الدائر في هذه المرحلة. بكل أنا دائما يعني ما أشبه المشهد العراقي بأن العراق نعطيه نقول أن العراق يمتاز بمناخ سياسي منخفض يتأثر سلبا بالمناخ الإقليمي المرتفع أي إيران والسعودية، وهذا بكل تأكيد أنا أعتقد أن الصراع هذا أضر كثيرا في العراق وأضر على المستوى الأمني من خلال وجود الجماعات المسلحة من خلال على مستوى الطرفين ودعمها وجعل العراق ساحة للاقتتال وتصفية حسابات. اليوم الدول الكبرى لا تريد الخوض بالحروب مباشرة، فهي ما تستخدم دائما حروب النيابة، وهذا يبدو واضحا أن يعني السعودية وإيران قد أعدت نفسها لهذا الإعداد، فهي لا تخوض مباشرة فتريد أن تستخدم مثل هكذا أوراق لاستخدام الشعوب الأخرى لتصفية حساباتها الخارجية على العراق. يعني سياسة السيد العبادي لا نريد أن نذهب في مدحها كثيرا حتى قد نكون نضطر إلى انتقادها في بعض الأحيان، لكن الواضح أنه يريد أن ينأى بالعراق، وهذا بكل تأكيد سياسة حكيمة وهادئة وسياسة ناعمة نستطيع حققت نتائج وقد تكون استفادة من الأخطاء السابقة على مستوى العراق. طيب التحرك الدولي اليوم للعراق يعني جعل في شارع العراقي تفاؤل كبير حيال قدوم شركات والاستثمار. نعم. وفتح أبواب وفرص عمل. بالنسبة لهذه الفرحة أو متى يمكن أن تترجم على أرض الواقع وأن يلمس العراق هناك تطور بالفتح على المشاريع وخصوصا في المناطق التي تعرضت للضرر أثناء محاربة الإرهاب؟ يعني كما تعلم سيدتي العزيزة الاستثمار له عامل، الاستثمار هو من أهم العوامل التي تنعش الوضع الاقتصادي للبلدان وخاصة البلدان التي تعرض لأزمة اقتصادية وهبوط أسعار النفط وخوض حرب مثل حرب داعش، لكن بكل تأكيد العامل الاقتصادي هو الذي بكل تأكيد يترجم أو نستطيع أن نقول هو مفتاح لدخول شركات الاستثمار. دائما ما الدول الغربية على وجه الخصوص يعني حقيقة تتذرع بأن الجانب الأمني حقيقة يعيق عملية الاستثمار، يبدو أن الجانب الخليجي على وجه الخصوص هنالك شركات كبيرة وعملاقة، قد أتى أصحاب رؤوس هذه الشركات وأتوا للعراق ومستعدين للعمل. قريبا يعني ستتم عملية ترجمة هذه الناحية القانونية. طيب حمايتهم من ناحية العراق الأمنية. العراق قادر على حمايتهم والوضع الأمني يعني حقيقة وضع نستطيع أن نقول يشهد شبه استقرار، وهنالك أيضا يعني هنالك تصاعد تدريجي في عملية الاستقرار على مستوى الاجتماعي والمستوى السياسي والمستوى الأمني. هذه عملية تصاعدية يجب أن يبنى عليها لإكمال الخط التصاعدي إلى نصل إلى نتائج مطمئنة، وحتى نستطيع أيضا من أن تترجم هذه تترجم هذه الأفعال إلى نتائج قانونية قد تبدو صياغتها باتت
قريبة من بين الشركات المستثمرة والحكومة المركزية. طيب احنا المعروف دائما عندنا جهات سياسية قوى سياسية لها تأثير كبير حتى في المحيط الخارجي العراقي. اليوم العبادي ممكن قادر على تجاوز هذه العقبة خصوصا في موضوع العطاءات والاستثمارات داخل العراق والعودة إلى مجلس النواب كونه الرقيب والذي يتكون من عدة جهات سياسية وتوافقات أيضا في هذا الأمر، كيف يمكن أن تجاوز هذه العقبة أو إذا يعني استثمار العراق حقيقة يعني الظاهر أن هنالك دولة وهنالك لا نقول دولة عميقة لكن هنالك بعض القوى السياسية حقيقة تسعى يعني تعمل لمحور معين دون الآخر. العبادي يواجه تحديات على المستوى الداخلي أكثر قد ما يواجه تحديات على المستوى الخارجي وهو مدرك ومشخص تماما هذه التحديات. أنا أعتقد أن التركيبة التكوينية للبرلمان العراقي يعني تعرف في جنابك الكرد والسنة والشيعة يعني عذرا على هذا الفضل لكن هذا الواقع. نعم. أعتقد أن هنالك توافق كبير من قبل جميع قوى التحالف الوطني والتحالف القوى الوطنية يعني نستطيع أن نقول القوى السنية، هنالك توافق كبير على دعم حكومة العبادي وأن حكومة العبادي حقيقة بدأت تنهج نهجا جديدا مطمئنا وأنهم حقيقة في صدد دعم هذه الحكومة حتى تمضي قدما. طيب. يعني هنالك بعض يعني على مستوى التحالف الوطني يعني هنالك حتى يعني قسم من بعض القوى السياسية لا تريد أن يحتسب نصرا سياسيا قد يترجم انتخابيا. هذه ثقافة بائسة أضرت بالعراق كثيرا وأخرت العراق وحقيقة كان السبب من أسباب وجود داخل دخوله إلى العراق. أنا أعتقد أن التوافق بإطار العام هنالك قوى الاعتدال لها يعني بدأت يعني حقيقة نلتمس لها صوتا عاليا وقوى الاعتدال تمثل يعني لا تتحدد بمذهب معين لكن جميع القوى التي تؤمن بأن العراق لا يمكن أن يحكم من جهة دون جهة أخرى وأن الكل لازم أن يكون متساوون في الحقوق والواجبات وأن يعني القانون يجب أن يكون هو الحكم والفيصل وأن العراق هويته مدنية لا يمكن أن يعني مع احترام للقوى الدينية. نعم. فهذا بكل تأكيد أنا أعتقد أن هنالك نستطيع أن نقول يعني بمعنى آخر أن هنالك استفادة من الأخطاء السابقة. الحكومة هنالك يعني يطرح اليوم داخل الأروقة أن يتم صياغة عقد سياسي جديد بين القوى، أن تضع الأخطاء السابقة وأن تتم أن يتم تفاديها من قبل هذا العقد وهذا يعني قريبا طيب ما في يعني صياغته من بين القوى السياسية. هذا الموضوع يعني في ضوء وجود اليوم لجنة التعديلات الدستورية. نعم. من المسؤول؟ هل هذه اللجنة أم هي قوى سياسية تكون لديها؟ لا القوى السياسية الكبرى اليوم يعني هنالك هذا المشروع يتعلق هذا المشروع إذا أجلت الانتخابات سيتم المضي بهذا المشروع وإكماله وإذا مضيت الانتخابات ستكون انتخابات هي الفيصل والحكم ولكن أنا أعتقد يعني بعض القوى الكبرى متفقة دون أن يعني تعلن. أن تعلن لأنها بكل تأكيد تؤثر على قاعدتها الجماهيرية. هنالك يعني صياغة لنستطيع أن نقول نسج لتأجيل الانتخابات تتفاهمات بسيطة تتم بين هذه القوى وأن يذهبوا إلى عقد مثل هذا العقد السياسي الجديد باعتبار أن العقد السابع عقد أضر بالعراق وأخره كثيرا. بالمجمل يعني عندما تصل سيدة العزيزة لو حصل هذا الأمر هذا الأمر هل ممكن يعني الشارع العراقي يقتنع بهذا؟ الشارع العراقي لا يقبل يعني الشارع العراقي لا يقبل أن يتم تأجيل انتخابات. نعم. لأن يعتبره عملية يعني التفاف على إرادته. نعم. وهي عملية التفاف وإبقاء على هذه الوجوه. نعم. وهنالك تعرفي كما تعرفي سيدة العزيزة هناك نية لقوى صاعدة سياسيا تنوي عملية التغيير لكن يعني أن نصل إلى مرحلة يعترف بها الساسة بأخطائهم وأن يتم البحث في عملية تفادي هذه الأخطاء وإيجاد حلول لهذه الأخطاء أنا أعتقد بحد ذاتها بعيدا عن 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 الرغبة وعدمها من موضوع تأجيل الانتخابات بحد ذاتها أن يصلوا إلى مثل هكذا قناعة أنا أعتقد هذا مؤشر إيجابي وأن العراق قد يعني نتأمل خيرا بأنه قد يعني وضع قدمه على السكة الصحيح وخصوصا أن الأخطاء السابقة أضرت به كثيرا وألحقت بمواطنيه أذى كبير وأنا أعتقد أن إذا لم يستفيدوا من هذه الأخطاء أنا أعتقد فهذه كارثة كبيرة وسيبقى العراق على ما حالي على وضعه الحالي وكما يمكن يحضرني بيت الشعر الذي يقول ومن غابر الأيام ما يعظ الفتى ولا خير في من لا تعظ التجارب.
طيب انت ذكرت هذا الامر، لكن يعني اليوم انت تمثل برايك هذه فرصه ذهبيه للعراق يجب ان يستغلها، لكن هذا الانفتاح او تنسيق هذه المشاريع نبقى تساؤلات، من الجهه اللي حتتحمل هذا الموضوع وكيف حتى يتم يكون هي المسؤوله تجاه ان كانت هذه المشاريع ان اخفقت او لم تتم بشكل كامل او بقيت على النصف او اجلت الى حتى يكون هناك يعني ملاحقة للجهة المسؤولة في حال أن يتم تنفيذ هذه المشاريع أو هذه الوعود اللي اليوم نتابعها من خلال وسائل الإعلام بقرب العراق وانفتاحها على محيط العربي. سيدتي العزيزة، اليوم صانع القرار السياسي هو سيد العبادي، وبكل تأكيد أنا ألتمس أنه لكن ما معقول هو حيكون هو مسؤول عن شركات المشاريع. راح أجيش عليها سيدة عزيزة. نعم. يعني بكل تأكيد هنالك مؤسسات مختصة في صياغة، هناك هيئة الاستثمار المختصة في صياغة العقود، وهنالك نسبة، هنالك دوائر رقابية، وهنالك برلمان يقر ويشرع. أنا أعتقد هنالك توجه الآن، يعني أنا لاحظته من خلال أزمة الإقليم، هنالك توافق بين البرلمان العراقي والحكومة المركزية، ساهم في عملية أن يعني أن تحافظ الحكومة على أن تحافظ على جبهتها دون أن تتصدع. صحيح تخللها نوع من الزيارات التي لم تلاقي، يعني كانت مبادرات شخصية، لكن بكل تأكيد هنالك كان توافقا كبيرا، والبرلمان يعني كان مساندا للسيد العبادي. أنا أعتقد يعني وفق القانون السيد العبادي هو راسم السياسة الداخلية والخارجية للعراق، وأن القوى الأخرى أنا أعتقد أنها في توافق نستطيع أن نقول بنسبة عالية لأن يمضي بما حقيقة قدم إليه، والقوى المعارضة لم تكن أصواتها إلا أصوات لعرقلة نجاحات قد يعني حقيقة تقدم بها السيد العبادي وحقق بها وباتت ملموسة على أرض الواقع. اليوم تعتقد العبادي معتمد على وزارة الخارجية في رسم وتعزيز العلاقات بين محيط العراق مع العراق ومحيطه عفوا، أم هو يأخذ على عاتق هذا الأمر؟ حتى لو أخذ هذا الأمر يعني لا متى يمكن أن يكون هو العبادي هو الواجهة لتعزيز هذه العلاقات برأيك؟ يعني حقيقة هذا السؤال، يعني تعرف السيد يعني إبراهيم الجعفري هو وزير الخارجية، لكن السيد إبراهيم الجعفري في كل أنظمة الدول وزير الخارجية لا يمكنه أن حقيقة يمضي بأي قرار يتعلق برسم سياسة خارجية للعراق ما لم تكن موافقة الحكومة. القانون العراقي أعطى صلاحيات واسعة للحكومة وأعطى أيضا صلاحيات واسعة للبرلمان العراقي باعتباره صفة التشريع والرقابة. أنا أعتقد أن السيد العبادي هو الذي يشرف إشرافا مباشرا على رسم السياسة الخارجية، والدليل على ذلك أن زياراته كانت زيارات شخصية، زيارة المكوفية التي قادها من السعودية انتهت بإيران إلى يعني ليلة أمس. أنا أعتقد هذه تدل دلالة واضحة على أنه متبني لمثل هكذا ملف، وأنه باعتباره أنه على رأس يعني رسم مثل هكذا تفاهمات. البعض يخشى من أن يكون هناك توافقات أيضا في إعطاء حصص للدول التي تم التفاهم معها العراق لفرصة الاستثمار داخل العراق، يعني أن يدخلون نفس هذه أن تكون تنظيم لكل دولة حصة في هذا الأمر. رأيك في هذه التخوفات والذي يخشوه عن بعض حكم الأحزاب السياسية واتجاهاتها وبعض يعني ميولها، وهذا لا يخفى عن المشاهد يعني منذ سنوات عهدنا هذا الأمر؟ لا أنا أعتقد هذه لن تؤثر، يعني بكل تأكيد تطرح مثل هكذا مخاوف لكنها بكل تأكيد لن تؤثر. العراق عندما يعني رسم تفاهم جديد مع السعودية لا يعني بكل تأكيد يعني أنا أعتقد أن العبادي واضحا في موضوعة أن يجنب العراق يعني حقيقة ثقافة التبعية التي يعني يتهم بها دائما، وأيضا يريد أيضا أن يبعث رسائل للدول الأخرى على أن العراق ليس تبعية لأي دولة أخرى، دولة جارة كإيران، وخصوصا يتهم دائما العراق مثل هكذا التهم. هذه السياسة هي سياسة الدولة، سياسة الدولة واضحة في عملية أن يبتعد العراق عن ثقافة المحاورة التي يراد له أن حقيقة أن يقع فيها، وهذا بكل تأكيد تردد على لسان السيد العبادي مرارا وتكرارا. أستاذ غانم الدلمي الباحث في الشأن السياسي نورتنا في الساعة الأخيرة، وشكرا على سعة صدرك وعلى الحوار ونقاش أبرز هذه الأحداث. حياك الله سلام. مشاهدينا كانت هذه أبرز أحداث الأسبوع الماضي، على أمل أن نلقى بكم في أسبوع آخر ونحلل أبرز الأحداث التي يشهدها العراق على الصعيد السياسي أو الأمني أو الاجتماعي. إلى اللقاء، نترككم في رعاية الله.